لحظات قليلة رفعت الراية البيضاء مشاهدينا الكرام، على بركة الله ننتظر، فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع لجياد وأفراس الإنتاج، عمر الأربع سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على مسافة 1200 متر. سيف النعمات يبدأ الانطلاقة في المركز الأول، من جد في المركز الثاني، ومكحول في المركز الثالث، والمتابعة من سهم نهد في المركز الرابع، وأيضا ليزوم في المركز الخامس، في مخيرين في المركز السادس. سيف النعمات لازال يقود هذه الانطلاقة السريعة في المركز الأول، يليه من جد بن ناهض صاحب العدد الأكبر من الانتصارات في المركز الثاني، مع أيضا محاولات لسهم نهد للتقدم من المسار الداخلي، فيما المنافسة القوية بقيادة سيف النعمات في المركز الأول، من جد في المركز الثاني من المسار الخارجي، والمحاولات أيضا في هذه الأثناء من بقية الأسماء، فيما سيف النعمات على ما يبدو يذهب 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 بعيدا، ما شاء الله تبارك الله. سيف النعمات ابن دكتور النعمات بفوز صريح وصريح جدا بعدد كبير من الأطوال، ما شاء الله تبارك الله.